نريد أن تبين لنا مسألة القصر والجمع في حال السفر، هل لها مدة معينة يا شيخ صالح؟ نعم، القصر والجمع في السفر من حيث الإجمال في خلاف بين العلماء، لكن الذي نختاره من أقوال أهل العلم أن الله عز وجل أذن لنا، رخص لنا أن نقصر الصلاة حال السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه في سفر أتم صلاة، كما في حديث ابن عمر أن النبي أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يتمون الصلاة في السفر. وكذلك الجمع اختلف العلماء فيه، وأرجح الأقوال والعلم عند الله أن الإنسان له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع، له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع، وكل إنسان أعرف بحال نفسه، فإن كان يريد أن يذهب عن نفسه المشقة فلا حرج أن يجمع ما دام مسافرا. أما مدة السفر فبعض العلماء يرى أنها ينبغي أن لا تزيد على 4 أيام، ويرون أن المسافر إذا زاد سفره على 4 أيام فليس له أن يقصر أو أن يجمع، إلا إذا كان لا يعلم متى سيعود، يقول أرحل غدا أسافر غدا. والذي نختاره أن المسافر في هذا العصر واحد من أمرين: إما أن يكون سفر، أن يكون قد سافر إقامة، كمن يذهب للدراسة أو من يذهب للعمل، فهذا لا يعد مسافرا، حتى الدولة التي يذهب إليها لا تجري عليه أحكام ما يسمون اليوم في الاصطلاح بالسياح. وأما من سافر سياحة في الأرض لرزق أو لغيره، أو لمرض أو لزيارة صاحب أو للنزهة، سافر سفرا مباحا، فهذا ولو زاد على 4 أيام فله أن يقصر وله أن يجمع. فحتى الدولة التي هو مسافر إليها أيا كانت، عربية إسلامية غير عربية غير إسلامية، تعامله معاملة سائح، فله أن يقصر وله أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع، والعلم عند الله تعالى.